انا كنقطن هنا بزاف ديال الوقت، ديما كنجي هنايا وهنا فين كنخدم، فين كيكون مصدر الرزق ديالي، فين كنترزق والدي حتى هما كذلك. وهنا حنا كنسكنوا من بزاف ديال الوقت ابا عن جد، جدودنا كلشي كان عنده هنا المحل. كان انا قريت وقاري الحمد لله الله يجعل البركه، والعمل ديالي هنا كنصيد مع والديا، كنخدم في السورف، كندير لي كور. ودابا كنسمع بهذا الخبر هذا اللي فزع المنطقه كامله، باللي غير يبوا لهم الديور تاعهم كاملين. وجات واحد الورقه اللي ما فهمت انا، الورقه كتقول لك خرج اوبليجي، كيعطوك جوج ديال لي شوا، اما تخرج اما غتتابع قضائيا تخلص. ما فهمت ديك الورقه والو، كيجيني داكشي بحال الا كياكدوا عليه شي حاجه اللي اوبليجي تسيني. ما عندك ما كاينين الناس البحريه بحال والديا، ما عارف ما وضحوش لينا كيفاش غيكون من بعد. وكاينين الناس اللي ماشي بحريه وكيسكنوا هنايا، اللي ما عندهمش حتى وثيقه، ما عندهمش حتى شي ورق، بحال الناس اللي كيقلعوا بوزروك وشحال ديال الناس هنايا اللي كيخدموا. وما عرفتش هادوك البحريه عندهم ورقهم يقدروا يدافعوا شويه على راسهم، ولكن كنشوف حتى دوك الناس اللي ما خدامين غير ما عندهم لا وثائق لا والو، كيترزقوا من هذا البحر، كيقلعوا بوزروك، اللي كيصيد زايز كلها واش كيدير، وما عرفتش غايديروا معاهم. والمنطقه ديال هنايا كتبان لي انا واحد التحفه، الا مش هذا الشيء تتريب راه تراث، هذا راه واحد التحفه. والناس اللي كنخدموا مع لي توريست هنا بعض المرات، وهذا العام الاول اللي بدات كتخدم المنطقه بدينا كنخدموا، الناس تاعي كتخدم و كنسولهم كنعطيهم لي كيستيون كيفاش جاتهم المنطقه. قال لك حتى شي بلاصه ما شناها بحال هكا، هاد البلاصه اللي عندكم فيها الحياه سامبل، والناس اللي بزاف ديال الناس كيعجبها هاد لوشارم، حتى واحد ما عيبات، حتى شي واحد ما، والحمد لله. بالنسبه للمسائل الاخرى، كاين وليدات هنا الحمد لله اللي باش ما يتعاطاو لشي حوايج اخرين، مشاو كيتعاطاو للرياضه ديال السيرف، داروا ولاو كيداروا دي كامب سيرف هنا على غير ارتغازوت والمناطق الاخرى، كيترزقوا منهم. كاين وليدات تبارك الله ابطال، راه مشاو شاركوا في بطولات خارج في الوطن وخارج ارض الوطن، في الوالديه وفي بلايص اخرين. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، كاين دي زاكتيفيتي كي فون باراليل مع هاد لاكتيفيتي ديال البحر، اللي هو ولاو محلات ديال الماكله، ساشون كو هاد لو سبوت ديال اكادير ديال تيفنيت ان سبوت اللي كيتباع في اكادير وفي مراكش وعلى الصعيد الوطني. كيجيو لي توريست كيجيو في لي كات كات هنا، كيمشيو يشوفوا لي ديون، كيشوفوا لو بارك، كيجيو لهنا كيشوفوا القريه ديال، حيت هادشي ما بقاش بزاف في العالم، ما بقاوش هاد لي فيلاج بحال هكا. هادشي راه سي ارتيزانال، هادشي راه بحال بالغا، بحال شي برودوي مغربي كتبيعو، راه سي هادشي تقليدي. كيجيو كيجلسوا هنا في الطبله بي دون لو، شويه من الفلوكه للشوايه، كياكل كيخلص واحد الثمن رمزي. كاين بزاف ديال القهاوي هنا خدامين الناس، كاين عيالات هنا بحكم رجالهم خدامين في البحر، ولاو كيطيبوا الخبز، كيديروا مسمن، كيديروا حريره العشيه. هذا حتى العائلات ولا عندهم متنفس، ولا عندنا الثقافه ديال تيفنيت، ولا الناس العشيه مع 4 5 العشيه كيجيو العائلات اللي مجاورين للمنطقه، عندهم سياره، عنده كيسالي الزوج ولا الابن ولا هذا كيسالي لا جورني ديالو، كيهزوا عائلته، مو باخته، مراته، هذا كيجيو كيجلسوا. والحمد لله حنا كابناء المنطقه، وشوف ما نكذبوش، كنشكروا السلطه في صفه سميتو رجال القوات المساعده اللي يوميا كاينين هنا كياسيروا ولا لا سيكوريتي. ان الناس ديال الدرك الملكي في الصيف كيجلسوا واحد لا بيريود بوغ اسيغي لا سيكوريتي ديال المصطافين وديال لا سيركيلاسيون، بزاف د الحوايج. عندنا سميتهم لي بومبي الوقايه المدنيه حتى هي كتجي في الصيف، كيجيبوا لي زودياك ديالهم، كيحاولوا باش يمينيميزيو هاد المشاكل ديال الغرق وديال هذا. حنا كنشكروا الدوله ديالنا قايمه بالواجب، ولكن اللي كنطلبوا الله يجزيكم بخير. انا الحمد لله ولد المنطقه وكبرت في المنطقه، المهنه ديالي ما عندها حتى علاقه بالبحر، خدام ايور، كنجي باش 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 ندير كنرجع راسي الاصل ديالي، انا منين، باش نعرف انا شكون. انا مغربي الحمد لله، وهذه بلادي وكبرت فيها وعشت فيها. اذا السؤال اللي مطروح استاذ كما قلتي، هاد الناس اللي كانوا عايشين في هاد الانشطه الموازيه سوا ديزون لاكتيفيتي البحر، جينا حبسناهم، بيناتهم وضحوا حبسناهم، اشنو هو المقابل اللي وجدنا لهم؟ هاد الناس ما كطالبش بالتعويض، كيقول خليني نعيش كما انا، او الليلة غادي تمسح لي هاد التاريخ اعطيني شي مقابل، غادير شي مشروع وجد هاد الناس بريباريهم. راه خص تراعي، كيقول لك عمل مباشر او منصب مباشر او غير مباشر، راه عندك المباشر بعدا، دابا اعطيني شنو هاد الناس، شنو لو سيكتور داكتيفيتي اللي غيكون هنا، واش مرسى، واش اوتيل، واش باش على الاقل هاد الناس نوجدوهم.
نستافد من الخبره ديال هاد الناس ونعطي واحد القيمه مضافه لهاد الناس ونوعيهم الا كان عندهم شي نيفو نطلعهم شويه ندير لهم دي فورماسيون نسيفطهم شي بلايص هذا نقول لهم ودي فوالا وجد راسك من هنا لربع سنين راه غيكون المشروع الفلاني سير قرا هاد الحاجه اولا الراي ولا شويه يعني الخصوصيات ديال المنطقه وهادشي اللي كنقول. شوف حنا كما كنرجع ونعاود نكرر حنا مع القانون مع السلطه مع سيدنا الله ينصره مع السيد العامل مع السيد الوالي مع وزير الداخليه مع الوزارات كاملين. حنا كشباب المنطقه الى تنمات انا شخصيا غنتنمى ولكن الله يجزيكم بخير. هذا واحد التاريخ حنا مشكل عندنا مشكل معنوي ماشي مادي عندنا مشكل معنوي انا شخصيا و 99.99% ديال الناس هنا عندهم مشكل معنوي. هذا سان باتريمون اللي لقينا جدودنا ساكنين هنا واستمرينا عليه والله يجزيكم بخير. اي حاجه بغيتونا نديروها اون ادابتاسيون بارابور داكشي اللي غديروا نديروها. بغيتونا نكريو ان فيلاج بحال هكا في شي بلاصه حداه وهذا غير هاد لو بوين كان عندكم بالنسبه لكم استراتيجيك بوغ ان بروجي حنا ما عندناش مشكل ولكن خليونا نكريو ان فيلاج اديكواب لي كونديسيون اللي بغيتو لاركتيكتور اللي بغيتو ولكن الله يجزيكم بخير. هاد التاريخ ديالنا ما تمحيوش الله يرحم لكم الوالدين. عندنا التاريخ ديالنا في هذه المنطقه هذه اللي قديم والقريه تقريبا قربت تكمل قرن ديال الزمن هنايا عندها امتداد تاريخي عندها ثقافه ديالها عندها اسلوب ديال العيش ديالها كيحبوها الناس كيجيوها الناس من برا كيجيوها الناس ديال الداخل حتى هما. هذه المنطقه حنا اللي خدمناها وحنا اللي شهرناها وحنا اللي طلعناها جات الدوله باش تركب على الموجه وبتجري علينا وبتدخل واحدين اخرين والله ما عادش باغي بالنسبه لهذا القرار هذا بعدا كاين قرار غامض وضبابي وغير واضح وما مفهومش نزل من الفوق بين عشية وضحاها ما عرفناش الاسباب ديالو ما عرفناش النتائج ديالو ما عرفناش المستقبل فين غاديين حنا كساكنه ديال تيفنيت ما عرفناش فين غاديين. كاين اسر بزاف ديال الاسر 276 الرقم اللي كاين ديال البيوت الناس ديال الديور اللي كاين هنايا الناس هنايا المصدر هذا هو المصدر ديال العيش ديالهم والدخل ديالهم. حنا كان عندنا امل حنا كشباب وكناس حتى الناس الكبار كان عندنا امل بان تيفنيت واحد النهار غادي تحسن الصوره ديالها وغتقاد. كنا ديما مع صراع مع لا المجلس الجماعي اللي كيتمثل في سيدي بيبي اللي مسؤول على المنطقه لا المراقبه اللي متمثلين في القياده كان عندنا ديما معهم واحد الصراع باننا بغينا نتسوى الوضعيه ديالنا. وكانوا داروا احصاء مؤخرا هذه تقريبا في الصيف داروا واحد الاحصاء ديال عدد ديال البيوت زادوا النوامر جداد واستبشرنا بهذا الاحصاء هذا قلنا راه يعني هنا في المستقبل غادي يكون الخير ان شاء الله يعني ان الدوله اعترفت بينا بيسولونا الوضعيه ديالنا. حنا هنا قبل هذا القرار هذا بعدا كنا عايشين في واحد الظروف اللي غادي نقول لك اللي حنا كنا ابسط ديال مثلا الماء مثلا الضوء ما عندناش ما كاينش عندنا الماء ما كاينش عندنا الكهرباء في هذه المنطقه هذه كنا كنطربوا بهم شحال هذه البناء الا بغيتي تصلح يعني كتري بيك البيت ديالك وما تقدرش تصلحها واخا انت راك معمر وعايش انت ابا عن جد. حنا ماشي ضد التنميه وضد التطور حنا بغينا البلاد حنا اللي عندنا غير على التيفنيت اكثر منهم حنا اللي بنيناها وحنا اللي طلعناها وحنا اللي عطينا لها الصوره العالميه ديالها وحنا عندنا غير عليها اكثر منهم ولا كان شي تنميه تكون راه غتجي منا حنايا ولينا حنايا هذا هو المفهوم ديال التنميه. بالنسبه للجغرافيا ديال تيفنيت راه ما واخداش شي مساحه اللي كبيره مساحه صغيره يعني الا بغاو يديروا شي مشاريع هي قريه ربما هي معروفه بقريه الصيادين وهي كيجولها جميع الشرائح ديال المجتمع وهي كيجولها جميع الشرائح لا من الناس اللي لاباس عليهم وكتجي البساطه حتى هما كيجيو كيلقاو بلاصتهم اي واحد كيجي كيتلقى البلاصه ديالو في هذه المنطقه هذه. حنا الا بغاو التنميه حقيقيه راه كاين مساحات كبيره في المغرب راه من طنجه حتى للقويره عموما وبالنسبه لتيفنيت راه المساحات اللي جانين الجانبيه ديالها راه كبيره فارغين يمكن يديروا فيهم المشاريع ديالهم اللي بغاو ولكن بغينا حنا نحافظوا على التراث والتاريخ ديال المنطقه هذه. حنا تيفنيت بالنسبه لينا ماشي غير بحر ماشي غير بنايه ماشي غير كنجيو متنفس حنا تيفنيت بالنسبه لينا ستيل لوفي هي راه بالنسبه لينا اسلوب عيش هي ارتباط وجداني وتاريخي وثقافي. الا مشات لينا التيفنيت راه مشات لينا من التاريخ ديالنا من الشخصيه ديالنا راه مكون مهم في الثقافه والشخصيه ديالنا. الا مشى لينا مشكل كبير بالنسبه لينا غادي الناس دابا راه كتعاني راه كاين الناس اللي ما كينعسوش ما كياكلوش ما كيشربوش بسبب هذا القرار هذا راه القرارات اللي بغاو يديروا شي قرار خصهم يراعوا الشريحه المجتمعيه راه الناس راه بسطاء هنايا على قد الحال وكانوا باغيين ان تيفنيت تصور الوضعيه ديالها باش انهم يحسنوا من الوضع الاجتماعي والاقتصادي ديالهم. مع الاسف جاء هذا القرار هذا باش انه يأزم الاوضاع
جا قرار ديال التشرد ديال تنميه الفقر والهشاشه والتشرد. هذا هو العنوان ديال هذا القرار هذا بصريح العبارات.